يمكن النهاردة الصبح لما كان الرئيس في تفتيش الحرب كان عنده أكتر من رسالة، يعني في رسائل واضحة جدا أنها ذاهبة لنا نحن في الداخل، وهناك رسائل أخرى ذاهبة إلى العالم، وهناك رسائل ثالثة ذاهبة إلى الاحتلال. وخد بالك أنه سواء إذا كان وجود الرئيس في تفتيش الحرب في هذا الصباح، ثم لقاء القمة مع الرئيس الفرنسي، في كل الأحوال الحاضر المصري، بالمناسبة ده جزء من تفتيش الحرب، ده طبعا يعني مهم جدا 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 لينا كلنا، انك انت تنظر الى جيشك بمنتهى منتهى الفخر، منتهى الفخر. وهذه يعني زاوية او ملمح بسيط من القدرات المصرية، وده جزء بالمناسبة من الرسائل اللي ممكن تبقى موجهة دائما للجانبين داخلا او خارجا. واحنا بنتكلم على ده لازم اقول لك انه الحاضر المصري والواقع المصري، بل وانه الشارع المصري، هو امر مش بس لا يغيب عن تفكير ووجدان وتصورات وقرارات الرئيس طول الوقت، لكن اقول لك انه هي مركز تفكير الرئيس، الا وهو الشارع المصري، المواطن المصري، الشعب المصري بشكل عام. ده حقيقي. يعني في ظل كل اللي بيحصل ده، تفتيش حرب الصبح، قمة مصرية فرنسية بعدها مباشرة، فإنه الرئيس أيضا يتابع بمنتهى الدقة مستجدات مبادرة تخفيض الأسعار والتأكيد على التوجيه بتخفيف العبء على المواطنين. معانا على التليفون الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور. طمنا أكتر على مبادرة خفض الأسعار، عاوزين نسمع أخبار أكثر جمالا أكثر حلاوة. طبعا زي ما حضرتك أشرت، يعني في ظل التحديات الراهنة على المستوى الدولي أو الإقليمي، أيضا سيادة الرئيس بيهتم بالشأن الداخلي والمواطن المصري، وده كان واضح في الرسائل اللي حملها اجتماع فخامة الرئيس بالأمس مع السيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير المالية ومعالي وزيرة التخطيط، والتأكيد على الشراكة المستمرة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص أو الحكومة، ومتمثلة في مبادرة خفض الأسعار. وإحنا النهاردة بنتكلم في الأسبوع الثاني، وسيادة الرئيس بيتابع الموقف التنفيذي للمبادرة وكم السلع اللي تم طرحها في المبادرة ونسب التخفيضات، والتأكيد والتوجيه لمعالي وزير التموين ولكل المشتركين في المبادرة على تذليل أي عقبات أو معوقات تعوق تنفيذ هذه المبادرة. والحمد لله إحنا في الأسبوع الثاني وبيتم تقييمها بشكل دوري، وزي ما أشرنا قبل كده في الأسبوع الأول مع حضرتك أن التخفيضات بتتراوح من 15 إلى 20%، وبتشمل المجموعة الأولى حوالي 7 مجموعات سلعية، وطبعا 6 شهور مدة المبادرة، وما زال في يعني إجراءات ميسرة من الحكومة متمثلة في طبعا الإخراج الفوري عن البضائع والسلع اللي في المواني، تدبير جزء كبير من احتياجاتهم من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تعليق استمرار العمل بتعليق القرار الخاص بالرسوم وبالجمارك، والسلاسل التجارية ابتدت تنتشر أكبر بكميات أكثر في الأسواق، وضم إليها برضو حاجة إضافية نقولها لحضرتك، إن السادة المحافظين ومتابعة من معالي وزير التنمية المحلية بإنشاء الشوادر والمعارض الخاصة بمبادرة خفض الأسعار. يعني ليس الأمر مقتصر على السلاسل التجارية فقط أو المجمعات الاستهلاكية اللي تابعة لوزارة التموين، ولكن دخلت الشوادر والمعارض أيضا، وبيبتدي يدخل مشتركين جدد أو موردين جدد للمبادرة بمجرد ما بيشوفوا الإقبال الخاص بالمواطنين والتخفيضات الحقيقية الملموسة اللي بيقدمها السادة الموردين نتيجة حجم يعني المحفزات اللي قدمتها الحكومة. يعني عايز أقول لحضرتك، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، في بعض السلع انخفض سعرها 10 جنيه زي الزيت الواحد لتر، الخليط انخفض من 56 جنيه بقى 46 جنيه، كيلو السكر انخفض من 40 جنيه أصبح 27 جنيه،
الرز البلدي من 28 جنيه اصبح 22 جنيه، بالاضافه الى جزء كبير من الدواجن المجمده سواء المحليه او البرازيلي، يعني البرازيلي بنطرحه في المجمعات ب 85 جنيه بدلا من 115، الدواجن المحليه المجمده 105 جنيه بدلا من 125 جنيه، بالاضافه لخصومات اخرى قدمها اتحاد منتجي الدواجن بالنسبه لبيض المائده واللحوم الدواجن المجمده والحيه. فاللي نقدر نقوله لحضرتك ان في يعني مجهود كبير بذلته الحكومه واتحاد الصناعات المصريه واتحاد الغرف المصريه وايضا اتحاد منتجي الدواجن، وفي تكليف من دوله رئيس مجلس الوزراء للساده الوزراء المعنيين بالمتابعه الميدانيه وعمل موقف اسبوعي للمبادره، وكان اجتماع مجلس السيد رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وكان في ايضا يعني متابعه تنفيذيه لهذه المبادره، وتم التصريح بان هذه المبادره بتلقى اهتمام بالغ على اجنده اولويات الحكومه، يعني في ظل التحديات اللي حضرتك استعرضتها في البرنامج ولا تخفى على احد، ما زال ايضا الاهتمام بملف الاسعار وتحقيق الامن الغذائي، وده كان واضح ايضا في تصريحات الدكتور علي في احدى المناسبات التابعه للوزاره ان هو اكد على الاحتياط الاستراتيجي. واسمح لي ان انا اقوله برضه لحضرتك على الهواء ان احنا بنتكلم القمح النهارده عندنا 5 شهور، وده في ظل طبعا الحوافز اللي بتقدمها وزاره التموين وزاره الماليه وزاره الزراعه بالنسبه للقمح، وعندنا مخزون استراتيجي من السكر يكفي 4 شهور قادمه، وبالنسبه للرز عندنا 3 شهور والزيت 6 شهور، وبالتالي في تاكيد من سياده الرئيس دايما لوزاره التموين يكون الاحتياطي امن من 3 إلى 6 أشهر، وبالتالي يعني اي مخزون استراتيجي بيتم تحقيقه من جانب وزاره التموين هدفه طبعا الاتاحه والوفره وزياده المعروض، بالاضافه طبعا لشق الرقابه اللي بناكد عليه من خلال جهاز حمايه المستهلك وايضا مباحث التموين وايضا المديريات التموينيه اللي تابعه للوزاره، عشان نضمن ان التخفيضات اللي تم الاعلان عنها ونسب الخصومات اللي تمت والالتزام بالاعلان عن الاسعار سواء تدوينها على المنتجات او على الارصف او تعلقها في لافتات يتم التاكيد عليها، لان الهدف كل الهدف هو المواطن المصري في ظل هذه الظروف ان انا اقدر اوصل له سلعه بجوده عاليه وبسعر مناسب، والحمد لله يعني ربنا وفقنا في الاسبوع الثاني وباذن الله يتم التقييم وزياده عدد السلع اللي داخل المبادره في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر. دكتور احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين والتجاره الداخليه.